النهاردة أنا عاملة فيديو جديد عايزة أتكلم فيه عن وضع الستات في أمريكا، وإزاي أمريكا بتتعامل مع الستات، وإزاي أمريكا من وجهة نظري أنا كرمت المرأة جداً. يعني أنا شايفة إن مفيش بلد في العالم عاطية حقوق وامتيازات للستات وحماية زي اللي أمريكا عطيها للستات. يعني الستات هنا من بداية الأمريكا، من تاريخ أمريكا لغاية دلوقتي، الستات كانوا جايين من إنجلترا وكده، ومن داتش والهولند، كانوا دي الأوائل الناس اللي جم على أمريكا أخذوا حقوق زيادة عن اللي واخدينها في أوروبا. فكانت البداية زي ما نقول يعني بداية صح، كانوا بادين بداية صح كحكومة وكستات انها واخدة حقوقها. يعني لما ستات جم من انجلترا ما كانتش بتاخد حقها من الورث، بتاخد جزء، هنا في امريكا اخدت اكتر. ما كانتش تقدر تشتري بيت في انجلترا، هنا كانت تقدر تشتري بيت. واكتر ناس ابتدوا يدوا حقوق للستات في البدايات هنا كانوا الداتش اللي هم جم على نيويورك، فكانت زي البداية قوية قوي للستات. ودلوقتي اكتملت خالص، والستات اخد حقها في امريكا تالت ومتلت، وبتاخد مرتب زي الرجالة في اوروبا. ده مش موجود مثلا، طبعا عندنا مفيش حقوق للستات، قليلة قوي. احنا شايفينها كتير لان احنا ما شفناش غير كده. يعني انا في مصر ما كنتش اعرف ان انا مثلا ليا حقوق، لان انا اتربيت في بلد هو ده اللي موجود، وانا يعني زي اللي انا راضية بيه، انا ما شفتش حاجة تانية. لكن لما طلعت من مصر ورحت فرنسا وشفت ستات واخدة حقوقها اكتر، او جيت امريكا عرفت ان في حاجات زيادة بس انا ما كنتش عارفة بيها. ففي ناس بتقعد تبعت لي تقول لي لا الستات واخدة حقها، انت ما شفتش في بلاد تانية الستات واخدة حقها ازاي، واخدة الضعف مثلا. فانا شايفة ان امريكا اكتر بلد لغاية اللحظة دي عاطية حقوق للستات. الستات واخدة حقها في الميراث، في المرتب، زي الراجل بالظبط. بالذات يعني كل ما كانت الست، يعني مش هنكر وايت، اللي هو وايت بريفيليج، انها تكون كوكيجين يعني وايت، وانها تكون طبعا معها ديجري عالي وكده، بتاخد حقها تالت ومتلت يعني. لكن برضو في الحقوق العامة اللي هي اللي على الكل، الست هنا ليها حاجة اسمها ألموني، انها النفقة، وليها تشايلد سبورت لغاية ما الولد يبقى عنده 18 سنة، سواء كانت متجوزة الراجل ده او مش متجوزة. يعني لو مش متجوزة وغلط زي اللي هم الرجالة اللي هو يضحك على واحدة ويهرب، لا هنا لا، في تحليل دي ان ايه، وهو مفروض يصرف على الولد لغاية وهو عنده 18 سنة. ولو هو انجينير مثلا بياخد مرتب كبير، بيدي حوالي جزء كبير لمراته. لو هو بيشتغل حاجة قليلة بيدي لغاية 18 سنة. مفيش هنا حد بيهرب من تشايلد سابورت، هنا القاضي ما دفعت تشايلد سابورت على السجن، مش الست تقعد تجري وجوزها يدفع رشاوي والكلام ده. في حقوق الستات واخده حقها تالت ومتل، الموني، تشايلد سابورت اكيد. يعني ده غير هنا الافضل حاجه، يعني ان الراجل هنا لما بيطلقها بتاخد نص فلوسه. فهي هنا مفيش بلد بتدي كده غير امريكا. في ناس كتيره قوي تقعد تقول لك ده ظلم وليه وحرام، لكن لما جيت انا امريكا انا عايزه اتكلم في النقطه دي، لانها في ناس كتير قوي شايفينها انها ظلم. يعني الرجال، انا هنا في امريكا شفت، كان ليا واحده صاحبتي يعني كانت عايشه في ساراتوجا كاليفورنيا، حاجه حي رائع جدا، انا كنت عايشه فيه زمان، وراكبه بي ام دبليو جديده، وكانت مخطوبه وكانت بتسكر كل يوم بالليل. فانا كنت مستعجبه قوي، هي بتعمل كده ليه؟ يعني دي حياتك تحفه يعني. فاكتشف بعد كده انها كانت متجوزه واحد. هنا بقى اللي بيحصل ايه في امريكا بقى، واحده تتجوز واحد على البلاط، تعيش معاه في اوضه وصاله، وبعدين تعيش معاه وتستحمل، وانتوا عارفين الرجاله يعني يرمي الجزمه يرمي بتاعه وحاجات غريبه كده، تستحمل كل ده. الراجل ده بقى بعد 20 سنه يبقى مليونير او غني وكده، يعمل ايه؟ يطلقها ويروح يتجوز بنت ايجن او بنت مكسيكان صغيره عندها 20 سنه. هنا بقى لا، هو تعالى بقى تديها كل نص فلوسك ونص البيت ونص المرتب، مش يرميها كده. وبرغم ان القانون هنا بيحمي الستات، وفي ستات كتير قوي في الموقف ده،
لكن الألم النفسي للستات دي رهيب. يعني أنا برضو صاحبتي مامتها وايت وأبوها بلاك وبايلوت طيار، حاجة هانسم جدا يعني. ساب مامت صاحبتي ومخلف منها 3 بنات كبار، واتجوز واحدة طليانية وجايب منها بيبي، وبيدي مراته واخد طبعا البيت ونص البيت ونص، بتاخد نص مرتبه حتى لما اتجوز واحده تانية بتاخد نص مرتبه. بس الالم النفسي اللي هي فيه غير طبيعي. ودلوقتي مثلا جيف بوزس اللي هو اغنى واحد في العالم ده، لما اتجوز ماكنزي مراته دي ما كان فقير، ده كانش معاه فلوس خالص، ده كان استلف فلوس عشان يعمل امازون، يعني كان على الارض. وهي الست فضلت معاه لغايه ما بقى اغنى واحد في العالم. عمل ايه؟ راح طلقها، عايز يخانها مع واحدة تانية مكسيكان اللي هي الجديدة دي سانشي دي، وكان هيرميها. بس لولا القانون الأمريكي المحترم اللي بيحمي الستات، عطاها نص الثروة اللي هي ثروة طبعا، يعني دي أحسن جوازة بصراحة، أخدت كل ده. وده مش ظلم على الرجالة، ده حق ربنا، وأمريكا أكتر بلد بتدي حقوق. هنا مثلا في أمريكا مفيش ستات ما بتتعرضش للتحرش، دي قضية كبيرة هنا. أنا مرة كنت هنا قرب البيت في ستاربكس مع ناس صحابي مصريين، ولقيت 3 عربيات بوليس كبار جدا وموقفين الشارع، أنا افتكرت في جريمة قتل أو حاجة. طلع إن كان يوم جمعة، كان في نايت كلابس، وفي واحد اتحرش بواحدة يعني مسكها يعني، والبوليس جه وكلبشوه وأخدوه جوه العربية. انا ساعتها قلت لاصحابي المصريين انا مبسوطه ان انا هنا في امريكا، وانا مش متضايقه من الضرايب الكتير اللي انا بدفعها هنا، الضرايب في كاليفورنيا عاليه قوي، بس يعني انا شايفه ان الفلوس راحه في صح يعني انا لو انا تعرضت لده قد ايه 3 عربيات بوليس جايين يحموها عشان واحد. لكن في مصر يعني التحرش اللفظي او الجسدي اللي بمد الايد يعني حاجة كانت بشعة. وانا سايبة مصر من 13 سنة كان الوضع سيء جدا جدا، واسمي كنت عايشة في وسط البلد، يعني كنت ساكنة في وسط البلد 8 سنين، مأساة مأساة حقيقية. يعني انا كان بيتي عند شارع سعد زغلول، قدام بيت سعد زغلول، وكنت امشي شارع باب اللوق لغاية ناحية الجامعة الامريكية كده لغاية وسط البلد ميدان التحرير. مأساة، لازم كل يوم اتعرض لتحرش والفاظ جنسيه بذيئه وقرف، واسمي كنت قاعده في وسط البلد. مش انا مش بتكلم على بلاء الدكرور ولا بلاء العيله او عزبه سعد، انا بتكلم عن وسط البلد كان في تحرش لفظي وجسدي عالي جدا. واحد واقف قدام البقال بتاعه بالشغال يقعد مش مساله بنت او واحده لابسه، هو مساله فريسه، انا زهقان. اما لكن ده مش موجود في بلد محترمه زي مصر. وليه انا اضطر اخرج عن شعوري واتشاكل مع واحد بياع عشان بيتكلم؟ يعني انا فاكره انا كنتش يعني في وسط البلد كان اللبس يعني اللي هو الهومي اللي يعني لبس كاجوال قوي، مش فاكره انا كنت بحط مكياج نهائي يعني في وسط البلد. بس كانت الموضوع ما كانتش كان اي بنت يعني حتى لو كانت لابسه نقاب كانت لازم تتعرض لتحرش. لكن بلد زي امريكا لا يمكن. يعني انا بقالي 13 سنه في امريكا، انا ما تعرضتش لاي تحرش غير 3 مرات، منهم اول واحد كان مصري كان فاكرني خواجاي وبيكلم واحد صاحبه بيقول كلام، بس انا كلمته بالعربي وكسفته يعني. ويكون مثلا واحد هندي يقعد يحلق فيا او مكسيكي يقعد يصفر، لكن الراجل امريكي او الافريكان امريكان يحلق واول ما ابص له يغير وشه. يعني التحرش ده مش موجود، ده موجود لان في بلد زي امريكا بتدي كل حقوقها للستات في الشغل. ودلوقتي بعد اكتر من حادثه اللي هي المخرج اللي كان بيتحرش، المنتج اللي كان بيتحرش، في كل جوب في كل شغلانه في امريكا وانت بتمضي اللي هو عقد الشغل في حاجه اسمها sexual harassment policy. لو في حد خبط على ايدي ولا طبطب ولا قال لي كلمه انا من حقي ان انا اعترض واقول له ما تعملش كده، او ممكن اكبر الموضوع. والموضوع بيتاخد في اي شغلانه في امريكا دلوقتي، يعني اخر سنتين انا بتكلم على كاليفورنيا، انا ما اعرفش الباقي، بس الحقوق يعني في امريكا للستات مش بس حقوق هي اللي هماني، المساله دي البروتكشن الحمايه، في حمايه عاليه قوي للبنات وللستات في امريكا. وطبعا الدوميستيك فايلنس، تكلم البوليس يجي ياخده، والحكومه بتوفر لها شلتر، انها مكان انها تستخبى فيه. النقطة الثانية اللي أنا عايزة أتكلم عليها الحرية للستات. في
في هنا حرية، أنا من حقي ألبس، من حقي أعمل شعري، مش من حقي إن أنا مش صح إن أنا أحس بالعار والشيم من جمالي أو من كوني كأنثى. أمريكا مش بتحسسني من ده، المجتمع الأمريكي مش بيحسسني من ده، لأن هو مش بيقول لي ليه عاملة شعرك، أو بيحسسني من شيمينج من جمالي أو من كوني كأنثى. الثقافة العامة مش بتدي الإحساس ده. في حرية بمبدأ اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. لو واحدة عايزة تروح، في حرية في أمريكا، لو أنت عايزة تروح تسكاري أو تصيعي أو تلبسي، أنت اللي هتتضرري، أنت اللي هتبقي عالة على المجتمع أو مش ناجحة في حياتك أو ما عندكيش سيلف ريسبكت، احترام ذاتي لنفسك واحترام من المحيط ليكي. في حرية هنا، ما فيش كبت أو سيطرة على البنات في مصر. والنقطة دي بالذات أنا عايزة أتكلم فيها أكتر. اي حد بيجي من مجتمعنا بيبص لاي بنت شعرها اصفر انها واحده بنت شمال، مش محترمه، لانها واخده حريتها، ممكن تشرب سيجاره، ممكن تروح بار، ممكن تلبس جينز ضيق او ميكرو جيف او كده، بيبص لها النظره دي. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه، الكلام ده شالو مظهري سطحي، لكن ده مش الحقيقي، مش ده وضع البنات في امريكا. الكلام ده ظلم يعني، ولو افترضنا ان الكلام ده حقيقي، رجالة أمريكا دولت اللي هم مايك بينس، دونالد ترامب، واكين فونيكس بتاع فيلم جوكر، ولا ليوناردو، ولا المجتمع، رجالة المجتمع الأمريكي اللي هم مسيطرين على أمريكا، مسيطرين على العالم، مين أمهات الرجالة دول؟ الأمهات اللي هي شعرها أصفر، اللي لابسة ميكرو جيب، اللي بتاخد درينكس كل يوم. أنا مش هنكر إن الستات بتشرب هنا، مش هنكر هم واخدين حريتهم، بس مين الامهات دي، الستات دي مربيه جيل عامل ازاي؟ لانها ست واخده حقها ثالث ومثلت. وانا مش هنكر ان الست الامريكيه الوايت لحد ما مفتريه شويه، مش هنكر ده، بس بسبب انها واخده حريتها وقويه وناشفه، واخده حقوقها، وما حدش يتجرأ يجي يضايقها لانها هتاخد حقها ثالث ومثلت. يعني مربيه رجالة وبنات وخلق مجتمع قوي واثق من نفسه مش مقهور، في حين المجتمعات المقهورة زي مثلا البرازيل مثلا فيها عنف ضد المرأة رهيب، أو المكسيك، أو مجتمعاتنا العربية، الست مقهورة، ما تتكلميش، ما تعمليش، ما تلبسيش، أنت غاوية، عايزة تغوي الرجالة، أنت قهر قهر نفسي، قهر قهر طول الوقت. مربية بنات ورجالة مقهورة. فالكلام ان الست اللي شعرها اصفر او البنت اللي عايشه في امريكا او في اوروبا عشان تشرب سجاير، او وهنا في امريكا ما فيش شرب سجاير، ده اللي بيشرب سجاير في الفيري لو انكم يعني الفقراء، شرب السجاير ده في اوروبا شويه، بس هنا انا ما بشوفش ناس بتشرب سجاير يعني، بس في شرب خمور، والخمور في الثقافه المسيحيه مش حرام، هو السكر، هو بيتعامل برضو مبدأ الحرية، لو انت عايز تسكر انت اللي هتجيب liver failure، يعني هيجي لك فشل كبدي، اللي هو السكر اللي هو الواين مش السكر يعني. الستات واخدة حقها، بس مين الستات دول؟ الستات دول مربية مين؟ مطلعة مين؟ مين الرجالة المجتمع الامريكي دي؟ مين اللي مطلع الرجالة دي؟ مش امهات اللي هم اللي واخدين حقهم تالت ومتلت، اللي محدش يتجرأ يعكسها في الشارع، اللي محدش يقدر ياخد حقها في المرتب، اللي ما محدش راجل يقدر ياخد حقها في النفقة أو في الشايل سبورت. الستات دي هي اللي مربية جيل قوي ناشف. أنا مش هنكر إن في حتة افتراء برضو، لكن الست المكورة ما تتوقعش منها رجالة بالمنظر. الست المكورة هتربي بنات مكورة، رجالة مكورة هتطلع مجتمع مكور. أنا شايفة إن المجتمع الأمريكي هو أكتر مجتمع كرم الستات وعطاها حقوقها، ولازم إحنا نتعلم من ده، مش نقعد نقول كلام شالو، كلام artificial، كلام سطحي، كلام ستات في أمريكا مش عارفة إيه. لا، الكلام ده مش حقيقي. ستات في أمريكا تلاقي البنت بتشتغل في الجامعة الصبح وبالليل بتشتغل عشان تسدد الستودنت لون بتاعها وحالتها حالة. دي لما بتشرب حاجة أو بتاع، دي بتشرب من الهم والغلب يعني، من الديون والمسؤوليات اللي عليها الفظيعة يعني. أتمنى المفاهيم تتغير شوية ونبقى أكتر ديب يعني، نفكر بعمق شوية
بلاش الفكر السطحي الجاهل ده. Thank you all for watching and see you soon.